من بين الإشارات التي أشرت إليها تكلمت عن المغذيات، لأن فيها 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 أسباب اللي كتغذي، ندرج حتى يفهمني بعض، لأن سميتو المحاضرة كانت عندها شوية طبع أكاديمي. نزلت حاولت أن أنزل أكثر، والله حاولت أن أنزل أكثر ولكن لا أستطيع، وإلا ما أقلبها بالدارجة المغربية نعم. المهم على أيين كاين هذه تسمى المغذيات. المغذيات كاين أسباب اللي كتغذي تغذي هذا التطرف ولا هذا التفكير ولا هذا الابتعاد عن المجتمع، وهذا الشيء كيحدث للأبناء نتاعنا. الأبناء نتاعنا مثلا كيقول لك بابا أنا كنفتح كيضربوا في المسلمين، فين ما مشيتي كيضربوا في الإسلام، استهزاء، كاين صور نمطية. لأن المغذيات مثلا الإعلام، تفتح الإعلام يضحكوا على المسلمين، تمشي للسياسة كيطلع لك خيرت فيلدرس ولا فلامس بلانك في بلجيكا مثلا، تمشي فين ما مشيتي هذا الشيء كيوقع. هذا كيتسمى المغذيات، وهذه خطيرة، جد خطيرة. هذه حنا كمسلمين خصنا نخدموا عليها كيف، لان هنا كاين الضعف ديالنا حنا كنخدموا بطريقه انفعاليه. مثلا حنا لذلك انا قلت واحد القضيه، اننا 70 عام حنا هنا مازال ما تفاهمناش بيناتنا، كيفاش ان حنا اذا ما رطبناش البيت الداخلي ما نقدروش نواجهوا المستوى الخارجي. التغيير كيبدا من الداخل، من البيت الداخلي. انت مثلا اذا ما رتبتيش البيت ديالك راه غتعيش في المشاكل، فهمتي؟ فهاد الشيء دابا اللي وقع للمسلمين. حنا بيناتنا كاين صراعات، كاين احلاف، كاين مذهبيات للاسف الشديد، ومازال هاد الشيء كنستنفذوا الوقت عوض ما اننا نمشيو نخدموا على الخارج. نخدموا مثلا هنا، مثلا كما قلتي، واش عندنا شي مسجد عنده لجنه خاصه بالاعلام؟ واش كاينه؟ ما عرفتش انا واش كاينه ولا ما كاينش، لان انا غادرت هولندا دابا 10 سنوات. واش كاين؟ وهذه من الامور اللي طرحناها حنايا قبل 20 عام، تكون لجنه اعلاميه اللي فقط كتتابع مثلا شنو كيتكتب على الاسلام. هذا ما يديروش مسجد واحد، ربما حنا عندنا اتحادات المساجد. تكون لجنه اعلاميه كاع، حتى داك الشاب ولا الشابه اللي يكونوا مولادنا كيعرف ثلاثه اربعه اللغات نقدر كاع نعطيو له هذاك فرافي غير سخلت نعطيها له، ماشي مشكل. يدير لنا تقرير مثلا على هذا الشيء اللي كيوقع، لان هذاك التقرير هذيك راه جد مهم، لان الدراسات اللي كدار ما كدارش لينا. خصكم تفهموا انا الاخوه، الدراسات اللي كيديروا في الجامعات وكذا ما كيديروهاش لك، لان عندها اهداف اخرى. واخا انا باغي ندرس الاسلام ولكن اهداف اخرى، كاين اهداف، لان هو راه كيعطي الملايير، كيجيب الباحث راه كيخلص له 4000 5000 يورو في الشهر باش سميتو. اذا ما غاديش تنتظر ان سميتو، ربما غادي تنفعك شي شويه ولكن ما غاديش تحل لك المشاكل ديالك، فهمتي؟ دابا مثلا انا شفت لبعض الباحثين اللي كيتكلم لك على المقاربه التطرف تاع المسلمين، ما كيدير المقاربه باش كيفاش يحل المشكل هذاك، ما يشكلوش الخطر، ما كيديرش المقاربه باش يربي لك ولدك يولي مزيان، يولي ماشي متطرف. هذه ما تفكرش فيها، ان ولدك غادي يولي معتدل ومزيان وكذا، هذه ما تنتظرهاش هذه، فهمتي؟ لذلك حنا خصنا نشمروا على السواعد ديالنا. حنا وصلنا لواحد الدرجه دابا خصنا نديرو شي حاجه، لو تعطلنا بزاف لان تاخرنا كثير. علاش؟ لان انا قلت مثلا قضيه الاعلام، شنو كيوقع، شنو كيتقع تقيم، شنو كتلقى الا درتي هذيك الدراسه غير عام، هي عام تبعتي الاعلام، كتلقى نفس الشيء كيتكرر، نفس الافكار، هذوك الافكار نفسها. وهذيك الافكار انا درستها، انا شخصيا رجعت للتاريخ درستها، لقيتها الافكار اللي كانت منذ بدايه الاسلام، اللي كانت ماشي في عند النصارى اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيره ولا اليهود، اللي كتبوها النصارى في أرمينيا وفي الفورس في الفارس، وكتبوها الأقباط في مصر، وكتبوها اللي كتبوا على الإسلام، وكتبوا على نفس الأفكار دابا اللي كيقولوها هما، أن الإسلام عنيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان كاذب، أنها هرطقة مثلا مسيحية، أنه جاء نشق على الماء. الأفكار نفسها تقالت، أقدم وثيقة اللي اطلعت عليها اللي هي وثيقة تكتبت هذاك الوقت باليونانية ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، اللي هي دكترينا ياكوبي، عقيدة يعقوب. هذا تما بدات الوثيقة هذه كيشير لهذه المسائل نفسها، وبقات تزيد حتى وصلت دابا، نفس الأفكار كتكرر. ولكن حنا المسلمين دابا حنا صحبت لينا هادشي جديد، كنقولوا خيرت فيردس قال، خيرت فيردس خذ هذاك الشيء اللي كان وبقى كيقولوا. حنا دابا خصنا هذاك الشيء خصنا نعرفوه، نوصلوا ليه، ندرسوه بطريقه موضوعيه ونعرفوه. لان علاش حتى دابا ملي كتقول مثلا كيدوروا على المسلمين، فين نتوما المسلمين؟ هذا المسلم اللي غادي يمشي باش غادي يواجه، باش غادي يتكلم، واش كاين شي لغه، واش كان عنده شي افكار، واش الائمه ديالنا قراوا الكتاب المقدس،
الطريقه اللي هي نقولوا عميقه. واش كاين انا سميتو ما نبغيش نتكلم على راسي بزاف، ولكن كاين مساله بغيت نقولها. قبل 2000 اعتقد 17 وسميتو كان عندنا رحله دراسيه في امريكا، كانت جوج اسابيع كنت حضرت فيها انا، حتى كنت تقاوني. كنا جوج اسابيع بين بالتيمور واشنطن ونيويورك، كانت 16 يوم. يوميا كان عندنا جوج ثلاثه د الانشطه، كنزوروا سميتو المراكز ديال حوار الاديان وكذا وسميتو كذا. والله يا اخوه ملي كنجلس كيجي واحد قسيس ولا رباين، هذا الحاخام اللي هو امام، حنا يساوي امام، ملي كيتكلم والله الا كنشد على راسي. نكون صراحة، هذا ماشي جلد للذات وانما هذا نقد ذاتي، لان التغيير كيبدا من النقد الذاتي. كتشوف كتقول حنايا غنوصلوا، كيفاش كيتكلم اللغه، كيفاش كيتكلم سواء في طريقه الخطابه ديالو ولا الافكار اللي كيقول. راه هذاك المسيحي ملي غيسمع له راه سميتو سيف غادي يشد في الدين ديالو، سيف غادي ياثر فيه. حنا دابا المؤسسه ديالنا الائمه ديالنا مثلا، واش حنا وصلنا لهذا المستوى؟ حتى اللي كيتكلموا باللغه الهولنديه، باش نستسمح حنا بزاف الاخوه اللي هنا دابا كيتكلموا باللغه الهولنديه الائمه والخبراء، حتى هذوك راه حاطب ليل افكار خذ من هنا ونسق وكذا وسميتو. واش حنا وصلنا للمستوى؟ لان هادشي اللي كنقول دابا حنا مثلا، هاد المثال اللي كتقول مثلا، حنا مثلا كيدوروا على التمثيليه، فين هما المسلمين؟ منين غادي نمشي نجلسوا؟ كيفاش غادي نواجهوا؟ راه يعطيك سؤال ما عندكش جواب، سؤال كتقول له غادي ان شاء الله ولا ما عارفش ولا كذا، فهمتي؟ فهنا لان وقع لنا واحد فرط راخم، واحد التاخر، ولكن الحمد لله حنا يقدر نستدركوا هادشي، لان ابنائنا دابا راه مشاو بعيد. دابا المشكل اللي وقع لنا، نشكروا صراحه فكره اخرى عاوده، لان الفكره كتجد تاخذ الفكره. حنا دابا كنعيشوا في مؤسسه المسجد، المساجد ديالنا كامله، حتى الجمعيات الثقافيه ديال المغاربه وكذا اسمهم مسلمين، راه الاخوه ولادنا راه بعدوا علينا. شتي حنا دابا رانا هنا، ولادنا راهم لهيها، ما كاينش المواكبه. علاش دابا هنا شحال كاين شي واحد ولادنا ما كيبانليش شي حاجه بزاف، بعض ولادنا مشاو، اللغه اللي كنستعملوا راه ما كيفهموهاش، ما كنتكلمش الالفاظ، كنتكلم الفكر اللي كتكلم به، هذا الخطاب هذا اللي كتكلم به. ولادنا مشاو، ولادنا انا كنسميهم اللي هو جيل ما بعد حداثه، بوست مودرن جينيريشن، اللي هو لان علاش ولدك كتكلم معاه كتلقاه كيتكلم ثلاثه اربعه اللغات، ما عندوش مشكل، بحال اللي كيلعب الانترنت، عندك مشكل تسولو قال كذا، الكوميونيكيشن كذا مشى بعيد. شنو خصهم هذا الجانب ديال الهويه ديال الدين وديال كذا، كيفاش نوجهوهم؟ حنا وقع لنا هنا الخلل، حنا ولادنا راه ساهل اننا نربيهم ونوجهوهم، لان هما راهم كنقولوا حنا طايبين موجودين عندهم هذاك الشيء، فهمتي؟ غير خصنا الطرق ما تجيش تجيب ولدك هنا من جد تعلمه بطريقه تقليديه، راه ما غاديش يتعلم، ولا ديك الطريقه العربيه راه ما غاديش يتعلم، لان راه كاين طرق اللي مشات بعيد. كيفاش كتدرس الانجليزيه وكيفاش كتدرس اللغات الاخرى، راه مشاو بعيد الناس، مشاو بعيد، فهمتي؟ فهذا وقعنا خلل، ما كاينش مواكبه لابنائنا اللي هو الاجيال الاخيره اللي مشات بعيد وحنا تاخرنا، ما كاينش مواكبه لهذا المجتمع اللي كنعيشوا فيه، مجتمع لان الخيمينتا دابا اللي كيحكموا والسيسي ماشي هما ديال السبعينات والثمانينات، راه حتى مره تغيروا، فهمتي؟ تغيروا بشكل، فهذا خلق لنا مشكل. حتى احنا مثلا هذيك التمثيليه اللي كنتكلموا عليها، كيفاش غادي نمثلوا الاسلام؟ كيفاش غادي نمثلوا انفسنا وحنايا مثلا احنا عاجزين، اللي مثلا اللي ما رتبش البيت الداخلي ديالو وما تفاهمش بيناتو راه ما يقدرش فقد الشيء كما شرط انه لا يعطيه، فهمتي؟ فهاد الشيء الامور خصها تبدا من الداخل. حنا الحمد لله عندنا فرص، حتى العلمانيه الغربيه كنتكلموا على العلمانيه السيكولاريزم، تكلموا عليها بشكل قدحي، هي ايجابيه بالنسبه لنا، راه هي خلاتنا مثلا الفصل بين الدين والدوله، راه عندك الحق مثلا دير مسجد، عندك الحق دير انك دير مسجد ودير فيه اللي بغيتي، حتى واحد ما يدخل يجي يقول لك شنو كدير. دابا انا كنعطي محاضره هنا، راه تمشي لدوله عربيه والله الا ما عندكش تصريح والله ما دير محاضره، اي دوله عربيه ما عندكش تصريح اللي هي دوله اسلاميه عربيه، دير محاضره في جمعيه، الجمعيه كتقدم طلب، يبقى ربما يعطيو لهم تصريح ولا ما يعطيوهمش. كاين اللي انا مش حال سميتو، كاين مؤتمرات ومحاضرات حتى جاو يديروا قال لك وقفوا، ولكن حنا الحمد لله هنا راه عندنا امور كثيره كدير اللي بغيتي، انك سميتو بغيتي تربي بالطريقه ديالك، بغيتي سميتو اي حاجه ديرها تكون اجيال، دير كاين هاد الفرص. ولكن حنايا
عوض ما نشعل شمعة في الظلام فنحن نلعن الظلام. هذا هو المشكلة ديالنا. احنا ما كنشوفوش لهذه الإيجابيات، احنا كنشوفو فقط لا دوك قالوا ولا ما قالوا. أسيدي سوقوا، احنا مثلا انا اللي كيهمني نكون راسي، مثلا اولادنا مثلا الا كونوا رؤوسهم وكانوا في مستوى احنا وجهناهم اخر تيولس بغى يقولوا ولا ما يقولش، المثليين يدبروا رؤوسهم، هذاك حياتهم يدبروا رؤوسهم كما كنقولوا حيد على راسه. فانا كنعيش، انا كنقولها دائما مثلا هاد اليمين المتطرف ولا الشعبويه ولا المثليه، هادو الا احنا اولادنا ربيناهم مزيان والحمد لله الامور راه غاديه، راه ماشي سميتو، راه كاين واحد النسبه اللي هي جد مهمه، هادو غادي يشكلوا واحد الشوكه في في الحلقوم ديالهم. لان بعد 15 20 عام راه كتواجه واحد المجموعه اللي هي مسلمه اللي جد متطوره، اللي في المستوى راه ما كتواجهش هذاك مسكين الشيخ اللي جا في الستينات والسبعينات ما كيعرف يعرف لا لغه لا كذا وسميتو، باغي مسكين غير يخدم كذا. كتواجه هذاك المسلم اللي غتواجه، الحمد لله كنشوف الاعلام كنشوف داك فاش كيتواجهوا ولادنا مثلا واخا ما عندهاش حجاب ولا كذا، المهم انها اخر بطاف كتقول لك انا مسلمه، انا كنمثل الاسلام. المسائل اللي كتربطها بالخالق هذيك مساله اخرى، انا كنتكلم كمسلمين. فهنا غادي يوحلو في المستقبل، هنا غادي يكون، ولكن حنا خصنا نداركوا هذه المره، نكونوا واعيين بهذه المساله، نكونوا واعيين بهذه المساله باللي. ودائما باش نختم كنقول انا شخصيا حسب مثلا المتابعه ديالي وسميتو كذا، لان انا يوميا راني مع الاطفال سواء في الجامعه ولا في الثانويه فين كندرس ولا في الجامعه ولا حتى عندنا في المسجد، هو مسجد جمعيه في قوم مثلا، عندنا التعليم الاسلامي في السبت والاحد اللي كنشرف عليه شخصيا. انا كنتابع انا جد متفائل بالمستقبل ديال ابنائنا، مستقبل الاسلام هنا. وكاين حتى تقارير رسميه اللي كتقول هذا الشيء، كاين تقارير شنو كتقول؟ كتقول ان الجاليات المسلمه وبينها الجاليه المغربيه غادي تكون افضل الجاليات في المستقبل. وانتم شفتوا الفريق الوطني المغربي، راه شفتوا باش نختم به، راه شفتوا سميتوا شنو قلب الموازين كل شيء، سواء وصفت رسائل للجميع، رسائل الاوطان الاصليه اللي كانوا كيشوفوا كثير من الناس كيشوفوا عندنا كيقول لك هذوك صافي مشاو هذوك كذا هذوك ما صافي. في التاريخ لقى ان ولد تخلق هنايا، تخلق هنا في هذه البلاد وكذا وسميتو، انه احسن سفير الاسلام احسن ألف مره من هذاك اللي تخلق في المغرب، وقلبوا بعثروا الاوراق لهادو هنا. هادو الان يتساءلون السياسيون، دابا افتح اي قناه او سميتو موقع كيتسالوا دابا السياسيين والاعلاميين حتى الرياضيين كيقول لك دابا علاش حنا هادو مثلا وصلوا لهذا المستوى وحنا ما عرفناش وكذا، وفي التالي كذا سميتو. دابا بداو دابا غادي يراجعوا، دابا غادي يبداو يشريو في ولادنا، بقاو عندهم اموال وكذا باش انه يستافدوا منهم. وكاين واحد التيار اخر اللي هو يميني متطرف كيقول لك هادو ما اندمجوش، حنا راه عيينا سنوات. وفي التالي ها هو في التالي قال لك مشى سجد وهز العلم المغربيه، ما سوقش لا العلم ديال بلجيكا ولا ديال فرنسا ولا ديال كذا، فهمتي؟ فهذا المهم هادو افكار انا حاولت ما يمكن نثير هذا بالي، لان افكار جد مهمه ربما باش الاخوه كلهم تكون عندهم واحد تصور ان هذه الادراكات جد مهمه لنا حنا كمسلمين هنا وكمال على الله سبحانه وتعالى.